من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، يعني حيا الله هذه الوجوه الطيبة، بس أنا نريد ننجز ما علينا. ما أدري، يترك لكم 5 دقائق فقط. يعني أنا كنت أحسب أن الكلام دوت عند النساء فقط في المساجد بيفرحوا بالكلام كتير، فالمسألة في الإخوة بركة كبيرة جدا. هذه ماذا أفعل يعني؟ طيب احنا نتكلم على أصول فرق نختم وما فيش ختام بقى. أنا بس نشير إلى فرقة من الفرق اللي احنا عندنا دلوقتي. تكلمنا عن المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. الكلام القادم يكون عند على الكلام القادم سيكون على الرافض الشيعة كلياتهم. فالكلام على الشيعة، لأنه لابد أن تفهم أن الشيعة أصلاً يعني فرق الشيعة تصل لـ30 فرقة، يعني فرق الشيعة كثيرة جداً. طيب، فأنا بس نتكلم على بعض الأصول. وأخبث الشيعة على إطلاق الروافض الإمامية، الإمامية الـ12 والإسماعيلية والنصيرية والدروز والباطنية، دول أخبث فرق الشيعة، ودول كفر أصلا، وأخبثهم على الإطلاق الرافض. الرافض أخبث فرق الشيعة على الإطلاق. فالإخوة لازم يعني تحتاط وتفهم ده، ومن أجل أن يتعلموا. يعني شوف أخ بيقول من الحجر، بيقول له طب هو في مسيب الحسين يحاربوا معانا، هي فيها وانت قاعد على المكتب والمكيف فوقيك. الاخوه دي اول حاجه قله الادب. يعني اخوه اصلا ما تربوش، واصلا لو كان عندهم ديانه كانوا اتخرسوا على الحميريه اللي هم فيها، ها، ويسكتوا. ويعني الاولى بهم انه يعمل ايه؟ انت غبي ما لا تفهم شيء في الدين، يبقى اسكت. لان انتقادك ده معناه ان انت اصلا حتى انت ايه اللي هيحصل معاك؟ لا يحصل معاك ان انت اصلا هتفسد افساد عالي جدا، وهتقع في العلماء وانت غبي ما بتفهمش وما عندكش علم اصلا وقليل الادب كمان في هذا الباب. تضيع كل شيء على نفسك. انت لن تضر العالم الذي ينصح بشيء. ليه؟ لانه سيؤدي ما عليه عند الله وانتهى الموضوع. وحتى مش هضر اخوانك، لان انت كما قلت لك الله سيزغ غبائك والحميريه اللي انت فيها هتظهر، ومش هتؤثر في الامه، بل هم اصلا لما يسمعوك كده هينتقدوك. فالاولى انت ما انتش عارف ماذا تفعل، مش يا تسكت يا تسال وتتعلم وتستفيد منك الامه انك تتعلم وتعلم. ده اللي احنا عايشين فيه ليل نهار. الاخوه 3/4 كل اللحى اللي انت شايفها والافاطين 99% منها ما يعرفوش حاجه في الدين. والعجب العجاب بقى، اركب اتوبيس الناس تشوف الملتحي، لو سمحت يا شيخ انا عندي، والشيخ ده والله العظيم اجهل منها، والله العظيم اجهل منها. والاخ ماشي في الشارع بقى، هو ماشي في الشارع كده بيبص الناس يا شيخه، فهو نعم 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 فاهم. وهم اصلا ده قلت لك ما يعرفوش، مش عندهمش علم اصلا، جهله 3/4 الاخوه جهله، وده الحق. ومش يا ريت بقى يبقوا جهله وعارفين ان هم ايه جهل، لا بيمشي بالسواك. وانت انا اكلت صحيح البخاري 2 ماشي يا عم، وشربت ايه بعد عشان بس نفهم برد عليك، فاهم؟ هو هذا اقوى جهله، ده حق. ما عندهمش شيء، ما حدش قال لهم كده، عشان كده هم مذهولين. بيقولوا محمد حسن لازم يموت، ايه اللي بيحصل ده؟ انا بكشف لك الامر، كلكم 3/4 الاخوه جهله، و3/4 المتصدرين جهله. والله مدير الاداري فلاني ومدير الاداري فلاني كله جاهل، ما عرفش حاجه. لما انت اصلا تقول لي مدير راجل كبير جدا مكبره من الناس كلها، وفي درس في قواعد الفقه، وبيقول لهم الان معادنا مع السله، فاهم اصلا؟ ومعادنا مع المحاضره الثمينه الذهبيه اللؤلؤيه الماسيه
للعلم الجديد اسمه ايه؟ اسمه التنمية البشرية. وبعدين يلبس الجرافطة الحمراء، ايه ده ما كناش بنلبسها قبل كده، ايه الجهل اللي كنا فيه احنا خلاص عم، ايه العلم اللي انا فيه، واحدة كاتبة كده، ايه ده، ده احنا ما كناش عارفين ان احنا كده، هو فاهم ايه ده، انت فراشة، انت روحي يا ماما عزلك في هذا الباب. اصلا زوجة ولد قام ينتقد في السلفية بتسب على السلفية وبتقول جروني ان انا اترك جامعتي من اجل النقاب واجل كلام مستهاب. يعني دلوقتي عارف ان الكلام ده، نعم يا غبيه يا غبيه، ان كنت انت اصلا مغفله وجهله اتخرص اتخرصي، زوجك ما بيفهمش هو كمان يتخرص. المساله فيها ضوابط، وعشان كده خد ثلاث ارباع الاخوه ما تعرفش حاجه، بالتصريح مش بالتلميح، ثلاث ارباع الاخوه الملتحيه صاحب شيخه وفاهم ما يعرفوش حاجه، أقصاهم رجل خلاص يروح يحفظ القرآن ويحفظ نفسه القرآن وتقال له يا شيخ يفكر نفسه هو ابن باز. يعني أنا قلت لكم البنت اللي أنا شهدت عليها شهر كامل فتابت إلى الله توبة، قالت مش عايز أكون مع البشر، أنا أنصر دعوتك مفيش مشاكل، لأنه أصلا قالوا لها الرجل بيقول الحاضر لا تقرأ القرآن، وهي طبعا معها قراءات، وطبعا مش قراءات ولا حاجة، أفضل نظم وانتهى الموضوع. فقال إيه ده آتي الحاضر ما تخ... ايه الكلام الفارغ ده تغيبي كده. طبعا انا وصلني الكلام، هي قالت يا ريتني ما اتولدت شهر كامل بقى، لانه اصلا طب انت عارفه لو قلتي المساله خلافيه ونسال علماءنا الذين اختلفوا في ذلك ماشي، لكن استهانت بقول حتى لما واخ اخنا في ارض النار اروح الباب صار بيقول الحاضر لا تخرج، قال له هذا خالف الاجماع انه هذا خالف الاجماع. وبعدين بيتكلم بكلام كانك قاعد قدام الشاطبي، قاعد قدامها ابن حزم فاهم، وانه قد خالف الاجماع. يا اخي يا ابا اقعد على جنبي يعني. شوف المراه التي تبيع البقدونس واجلس جنبها، جيب جرجير واجلس معاها بهذا افضل لك، لانك انت اصلا مش فاهم اصوليا يعني ايه اجماع. ده اللي احنا عايشين فيه، ثلاث ارباع الاخوه وفي الدعوه ثلاث ارباع الاخوه لا تفقه شيئا، جهله بالتصريح، جهل ما عندهمش حاجه. المصيبه بقى في الامه ايه؟ انه الناس لما لبسوهم القميص والسواك طلعوا للناس على ان هم ايه؟ علماء. وطبعا العالم ما يسكتش، لازم ينتقد اي حكم يجيله. ما هذا؟ ما راينا ذلك على امثالنا واطرابنا واقرائنا. قائلنا انتوا عفاريت، اقرأكم ايه يا ابني؟ اقعد ساكت يا ابني، روح اتعلم. فهو ده الامه ضايعه في هذا الباب. واكثر الاخوه كما قلت هي دي، عشان اخد لك الوسط لابد يكون فيه غربله شديده. وهي كده اصلا في ناس مجندين، انا مش عايز اتكلم بالتصريح وهتكلم بالتصريح، ده دين مش عارف، ده دين. في طبقة كانت تجلس مع شيخ ده هيقول بقول، مش هيقول بقولنا احنا هنجره يقول بقولنا، بالراحة ماشي، بالبسكوت ماشي، بماما حلوة ماشي، انت عالم جليل ماشي، ده من دخل دورة بصيان فهو آمن. هنشوف بس ازاي، ما جاش هنقرصه، ما تقرصي اسقطوه امام الناس. يعني شوف لو رجل حتى له فضل انه يستطيع يشرح نص كتاب الناس تنتفع بيه، اسقطوه امام الناس. ودي طائفه جعبه ثلاثه اربعه ما بيفهموش حاجه وما عندهمش علم. طبعا انا صدموا معايا، يعني حصل جلسه واتصدموا معايا، كان معايا واحد ثاني اصلا جالس وهو بياكل ضحك عمل كده، والتانيين طبعا ماتوا. طبعا انا اصلا ايه الريق كان فيه سن ما عرفوش يبلعوا ريقهم، سبت انا بتاعه قلت لهم تعالوا لي بقى انتوا. الحمد لله. فاخر لهم يا جماعه محدش يقف قدام القطر، انا قلت لكم بلاش دوت والله. وهو التاني الولد قال لي الشيخ، قال له انا قلت لك ده لا ده ما يجيش. فانا قلت له طب تعالى لي بقى انت كمان. فالمهم دول طائفه معينه ما خليت لهمش بالحال. ليه؟ انت اصلا هم بيحسبون ان انا بتكبر، انا عارف قدري وعارف ما اذن وما اعطاني الله، فبحمد الله على ذلك واعرف قدري جيدا. وانا بقى ما بهدأش لما اعرف قدري الا لما اعرف قدري اللي قدامي. اي حد بيطلع بقوم منزله. اما من كان حق الطلوع انا بحط نعله فوق راسي عشان يطلع، لان ده حق الطلوع.
لكن المتشبع بما لم يعطى كلام سوي بزور، ما ينفعش تسيبه لان ده هيضيع الامه، في تدليس على الامه، وده اللي بيحصل بقى، التدليس على الامه هنا في هذا الباب. فلذلك الاخوه اكثر الاخوه ما عندهاش علم. طائفه مثل دي شوف بتعمل ايه، يا يوافقنا يا اما تموته اسقطه. وده قيل في مشايخ كبار ايضا، شيخ معين خد شيخ بتاع مين بتاع ده، شيخ كبير قال طب خلاص كلموه فان وافق على ما نحن فيه، لان احنا هو طبعا بيعمل كده ليه، ان شاء الله يكون ديانته، بس ان هو شايف ان هو الحق وخلاص دماغه جاي ان هو الحق ولا دين مع ان هو الحق، فاما يوافق الحق، لو ما هو شيخ الحق يبقى ده ضلالي، ده 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 المنطق، يبقى ده ضلالي، يبقى لازم يتصرف معاه عشان هو ضلالي. في شيخ كده عمال يبتدع، ولما تيجي تقول له دي بدعه افهم اتعلم بقى، يقول لك شوف الضلالي، الضلالي بيقول دي بدعه، فاحنا نقول له لا لعلك دينا بتقول بذلك لكنك مخطئ، اتق الله وارجع. فاقول لك اما يوافقنا واما نمسح بالارض، ده التعامل دينا، وده التعامل اللي بيتعامل دلوقتي. يعني انت مثلا تبنيت راي والراي ده مخالف لطائفه، الطائفه دي بقى تقعد عليك حرب ضروس، هو ده الدين، ده الدين يا راجل. ابو بكر عمر خلفه وابو بكر شده فموافق، مش الديانه، قال ما رايت الا ان الله قد شرح صدر ابي بكر الحق فعلمت انه الحق، كله رجع، كله رجع. او خالف وتبنى ولا تعادي، ليه ما تعادي، ليه ما تحارب، خلاص انت تبنى بقى ده واعرضه، ان كان حق ربنا هينشره، لما يكون حق يظهر حق الاحق الذي احق عليك فتتعلم انت وايه وتتبعه. لكن لما تعادي وتريد تسقط رجل من اهل الدين بينشر دين الله بتحاربه عشان مخالف ما كان في القول، بتقعد تحاربه، هي دي المصيبه، دي المصيبه اللي احنا عايشين فيها. وبقى غير بقى الطائفه اللي هي متوهمه ان كل الناس بدعه، فاهم حضرتك الا هو، وبعد كده هيبدع نفسه، ما هو مش لاقي حد يبدعه، ما طلع اليمين وشمال ما. اللي شافه في المنام مبتدع، واللي اشتم رائحه الطيب اللي هو حاطه مبتدع، فاهم، شغال بقى كده، اللي جنبه واللي جنب اللي جنبه واللي مشي وراه. يعني مثلا سئلت واحد مبتدع سلم عليه، قال لي اما سلمت على فلان، قلت له اما مد يده الي ماذا افعل، هل سلامي له اقرارا بما هو عليه؟ قال لي لا انا ما قلتش كده، طب انا اعمل ايه؟ طب انا اصلا بسلم عليه، يبقى انا اقريت بالهو فيه واحد مد ايده، اعمل ايه فيه يعني؟ اقول له انتظر هل يصوروننا ام لا؟ عشان ما تسالش بقى عليه. هذا ظلم بين في كل الاصعده، ظلم بين. فالحاصل لازم الاخوه دي تتعلم. جالس اللي جالس خلك شوف العالم ده قاعد تحت المكيف، هو ما عندهاش مكيف، في المكيف قاعد في البتاع تحت المكيف، بيقول لنا مروحه هنا عشان فاهم، بيقول لك الجهاد وش الجهاد يا غبي، المجاهد لا يستطيع يجاهد الا بي، مش بي انا يعني، اقصد بالعالم، ما يستطيع يجاهد الا بالعالم، مش هيرضي ربنا غير بالعالم، جهاده نفسه مش هيكون مقبول الا لما ينضبط عليه ضابط الشر. طب هو جاهل ما يعرفش ماذا هيفعل، ولذلك شوف الله قالها في الكتاب، وش قال؟ ها فلو نفر كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ها وينذروا قومهم إذا، يعني لا لابد أن دفع. نعم هذه الآية لابد نص في المسألة، إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين استنبطونا. فلما تجد بقى واحد مغفل في هذا الباب ومعاه طوائف زي دول بيقعدوا يتكلموا قاعدين في المجالس زي النسوان، صرصرة ما عندهمش علم، مش عارفين علم، صرصرة زي النسوان قاعدين يتكلموا وعلى المشايخ ده ليه قال كده وطلع كده يبقى كون. طب انت جاهل، انت اقصى حاجة يقال لك، وسامح لي بقى في اللفظ، كلتب خارجين، الخارجين بدل ما يسبوا بيقولوها بيقول لك كلتب، يعني يعني انت بقرة، اسف اللفظ، كلتب لما اسكت، اتعلم، كن مؤدبا مهذبا مع اهل العلم عشان تفوت، مش هتفوت يبقى انت، وطبعا هيكون فيك ايه؟ فيك صفه من صفات الخوارج، ما هي فيك صفه، بيقول لك ده قاعد، طب خلاص العالم ده قاعد في المكيف، وانت بقى بروح والدتك التي تعنت حملا فيك 9 اشهر وبلت الامه باسرها بولادتك، ها جالس بتعمل ايه؟ طب هو الراجل قاعد الآن نسألك يا حيلة الوالدة،
انت بقى الان يا 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 رفعه الناس عندك. هو جالس تحت المكيف بس بيتكلم بيقول قال الله وقال رسول، صح كده؟ انت بقى قاعد بتعمل ايه؟ بيصد عن سبيل الله ويسب ده وينزل ده. هو ده يعني ربنا شغله. طب هو شغله تحت المكيف وهو مرتاح، لكن في نهايته يقول يا رب المكيف كنت انا بستغرب او كنت بقول قال الله قال الرسول. كلمه ممكن يسمعها واحد يعمل بيها فانجو عندك. انما ربنا استعملك انت في ايه بقى؟ الغيبه والنميمه والانتقاص من العلماء والكلام السيء في اهل العلم. فشوف استعملك في ايه بقى؟ رايت. والناس مش فاهمه ولغايه دلوقتي الاخوه مش عايزين تصحى، مش مستيقظين. انا شفت الخطر ده لما كلهم قالوا يلا بينا نروحوا. انا طبعا اصلا انا تعرفون كنت ارجع من الامارات والناس بقى طالعين في المظاهرات ومش عارف ايه، وانا واخد الناس اللي بيتعلوا قاعدين في ده يقول لك ايه والله العظيم يا دكتور عم بيقول لك ايه المجانين ده، ايه ده؟ يلا يا ابني سيب اللي انت فيه يلا بينا. قال لهم اياكم. جي خلاص انا رحت الازهر عدت محاضرات في الازهر هناك وهم طالعين في المظاهرات وانا طالع. فقال لك ده مجنون. واحده وقفتني هقول لك ازاي، بدل ما انا اوقف النسوان وقالت لي يا عم سيبك من حزب النور بتاع بقى. ما تيجي معانا. قلت لها اجي معاك فين؟ ولا معاكم ولا معاكم، انا مش معاكم، انا مش مع حد. انا بكيت اصلا. وجدت ناس كتير جدا ونسوان طالعه وامم ومسكت عاملين اللي هو مكبر الصوت اسمه ايه ده الكبير ده، سماعه كبيره جدا وفاهم ارفع ايدك فوق انت مصري. انا بقى فانا بقى انا مش فاهم، عايز فهم للي بيحصل فاهم. ونسوان بالهبل طالعين، نسوان بالهبل فاهم، واضرب يا مش المهم كان. والله دموعي زي ما قلت يا ربي ايه التفاهه اللي في الناس دي. طب الناس دول ما لهمش هدف. طب اللي بيعملوا في الامه دي هيعمل ايه؟ ما حدش قال لهم ان اللي هم بيعملوا ده تضيع وقت وتضيع ديانه، واللي هيحصل ان في مفسده كبيره هتحصل. قلت للناس اقسم برب العزه قلت الاخ ابتلوا في مفاسد فوق الطاقه. الكلام ده مخالف الشرع وفي عناد. اتصل بي اخ انا في الامارات فقال لي عدد لي مساوئ ولي امر معين. قال لي بيع. قلت له ممتاز انا اوافق، بل انا مظلوم اكتر منك في امور حصلت معايا مش هقولها لك، لكن الكلام ده يخالف الشرع. قال لي قلت له شوف تستطيع تكفره؟ لو كفرته انا هقول لك اخرج. ومش هتستطيع ولو هات لي 100 واحد طالب علم هبين له انه جاهل وبيتقي الله ربه هتعود عليه، هتعود عليه هو. فاهمني؟ فاتق الله واسمع. فما سمعوش. بعد كده ما كلمني في امور معانا قلت له سترى. انا قلت لك ان في مفاسد فوق الطاقه وسترى. بقى ماشي في الشارع بقى يتكلم عليا ان انا ايه مكشوف الحجاب. يعني مش مكشوف الحجاب؟ انت فاهم المساله ماشيه ازاي؟ ولذلك اصلا حصل برضو امر كده قلت له الجميع شايل. اللي حصل ده الجميع شايل. وصدقني اقسم بالله ان الله سيبتليكم بسنين كسنين يوسف. ماشي لغايه دلوقتي بيتكلم فيها دلوقتي مع الناس. قلت له انت بيعرف منين الكلام ده؟ يعني المساله مش كده؟ مساله مسالتين. رسم الله الشرع لك طريقا، بين لك المقدمه هتوصل لنتيجه فين. ولذلك انا اتكلمت مع شيخ بحبه جدا وكنت في الحج كان في عرفه. فقلت له يا سيدنا المساله غلط. قال لي يا محمد قلت فهو اتضايق مني بس انا اصلا انا شايف الحاصل اللي جاي. وقلت له شوف انا ساقول كلمه واحده عشان تبرأ صحتي. هو الحمد لله اخذ بكلامي وتنحى وبعد بعيد عن البلاوي السود. لكن قلت له الله تعالى من سننه الكونيه رهن النتائج بالمقدمات. والمقدمات معوجه. كل المقدمات خطا. النتيجه مش هتاتي على ما يرام. فهو سمع كلامي سكت، بعد كده قال لي طب هنبقى نقعد مع بعضينا عشان نشوف. خلاص انا مش عارف مع حد. طبعا في ناس معايا كلموني قلت لهم. قال لي يا ابني انت بتغلط خلف السير. قلت له فيش اسراب، انا عندي شرع بيجرني. والمساله 1 2 3 شرعا. وسبت الدنيا كلها وانفردت بنفسي. لانه اصلا انت اصلا لا يجوز لك اذا بين الله لك شيئا علما ان تسمع لاحد. ولذلك كل من عارضني وقال طب ما تنزل تحت الرايه، قلت لهم انا ما انزلش. انا عايز رايه مرفوعه لله اغنانا فيها. حتى انا لما كلمت واحد كان شيخ برضه فاضل قلت له هذه مخالفه للسنه. وانا ببين يعني صار علي ثوره كبيره جدا. قال انت تتهمني انا عن خلاف السنه؟ قلت ابدا والله
انا متربي اصلا على دي خلف السنه. الفعل الذي يحدث مخالف للسنه، والدليل 1 2 3 4 اللي عنده دليل يرده يرده. انا ما اجد ردا، وطبعا خلاص تجنبت. فلذلك انا بقول ان ثلاث ارباع الاخوه غلابه ما يعرفوش حاجه، مش متعلمين، واكثر الساحه وعاظ. انت ده بقى لازم يتقال، ده لازم يقال بقى تماما. اقصر الساحه يعني. حتى طبعا انا قلت المره ما تبقاش انت زي الناس كده، قال لي والاخ فلاني بيعمل بوست والاف بيخش. قلت ضيع الامه في اودي ضيع الامه فيه، ده اللي حاصل فيه. ليه؟ لانه اصلا المساله ناس بتمشي على ما يطلبه الايه المستمعون، واكثر العوام هوام. ولذلك هم اتصدموا صخر يعني، كلهم عملوا هجوم. كله اللي دخل عليا ده ايه؟ انا عارف مين دول، اخركم ايه؟ قبل فضيله عطتكم في الحظيره وينتهي الامر. ليه؟ ما عندهمش علم، داخلين كده ما فيش علم عندهم. فانا قلت لو في عالم هيبين ويقول انت جهلت وتكلمت بجهل في كذا والدليل كذا، انا اعمل ايه بقى؟ هنا ربنا يختبرني، اما ان انصاع الحق وانقاد، واما ان المساله الهوى يتحكم. ولذلك انا قلت للاخوه لما قالوا لي الناس كلها صف واحد، قلت له سيب الصف واحد، انا لا اعادي احدا ولا خصومه بيني وبين احد، لكني رفعت رايه فزعمت ان هذه الرايه رايه الحق ورايه السنه. اللي عنده علم انها ليست رايه السنه يعمل ايه؟ يطلع يبين ان الرايه دي رايه ليست رايه السنه، وبعدين الفوز كله له، لان لو لم انصع له انقاد انا كذاب ومنافق، والعمله الزائفه لا تروج على مين؟ على الله. ما طلعش يبقى الهوى ايه؟ متحكم. ولذلك الاخ لما انا اتكلمت في هذا الكلام فقال ايه؟ جاب كلام الحسن او غيره. طرش الله طرش الحق واضح والهوى فاضح. حق واضح والهوى فاضح. فلذلك يعني اصلا فضيل الشيخ احمد صالح جه كلمني وقال لي الشيخ صالح العثيمي بيسلم عليك ويقول لك اصبر فان الطريق هكذا، والحرب على السنه بتكون. قلت له الحمد لله، أنا ما أريد إلا ذلك، أريد أن نسير في الطريق والله جل في علاه يعني يتولى السرائر، والعملة الزائفة لا تروج على الله، وما كان الله يبقى. قالوا الإمام مالك هذا الموطأ، أما رأيت الموطئات؟ قال أي موطئات؟ ما كان لله يبقى. فأنا بقول للإخوة اللي عمالة تنتقد في الإخوة، أقول لك طب يتكلم حسين بقى، أنت جاهل تعلم أو اسأل أو ادخل قول تكلمت على كذا، إن لم تجد الإجابة بالدليل عليك أن تفعل إيش؟ تنتقد، لكن تجلس هكذا. وانا كما قلت ثلاث ارباع الاخوه لا يعلمون شيئا، جهله يعني، مناظر طيبه جدا وجهله، ما يعرفوش شيء. لا يغرنك ان الناس العوام يا شيخه اخو تعال نرجع الشيخ ده حلنا، تعال يا شيخ حل لنا المشكله دي. هو ده بقى قاعد بقى بيحل مشكله وعمال يخالف الشرع وبيحل المشكله ومش فاهم، بس هو اللي هي مقصره في الناس. فلذلك قلت اما تتعلموا واما تسكتوا، اما تتعلموا واما ايه تسكتوا. ده هو ده اخر الموضوع. ولذلك مش هنسكت لاي واحد اصلا يعني بيترفع وعايز يرتقي منزله مش منزلته. واللي عنده علم الساحه موجوده، حتى لو ما فيش ساحه جيب الساحه، تعال في الخاص قول لي يا جاهل انا عندي علم كذا وكذا، وسجل المكالمه سجل، ويبقى ده علم، ويبقى انت عندك دين. اما هكذا هؤلاء سيضيعون الامه، ضاعت الامه بسبب هؤلاء. وكما قلت المساله بعيده بعيده. الشيخ الذي قلت له المقدمات معوجه، ما فيش نتائج، النتائج على غير ما يرام، سمع مني ذلك وسكت. سكت. بعد ذلك الله اظهر له انه مش المقدمه معوجه، ده المقدمه مخروبه. مخروبه. مقدمات مخروبة. ولذلك أنا المسألة أبينها فقط في هذا الباب. فأسأل الله رفع الله يعني، هو طبعا هذا بلاء من الله عشان يوضح لنا أمور. كما قلت لكم أنا كنت أعيش الحمد لله، أنا من على رب الالتزام سبت الناس وخدت كتبي على كتفي وابتديت أطلب العلم، وبعدين كمان ما أعرفش حد، كنت منفرد مطلق الناس. انا ما اعرفش الوسط ده، الاوساط دي كده دخلت فيها يعني بعد التدريس بسنين، ربنا خلاني اقتطب بقى بالواقع عشان اعرف المساله ماشيه ازاي. لكن انا كنت ما احب احد حتى اقترب منه في هذا الباب، وكنت افكر الخلافه الاسلاميه قريبه العهد جدا،
وإشراقة الشمس الإسلام هتشرق، فاهم؟ يا لهوي ياما، ده ما فيش شمس أصلا، ده احنا في عصر ما فيهوش شمس أصلا، ده لسه احنا بنشوف الشمس هتطلع إمتى ولا هتيجي إمتى. بعيد بعيد يا رجل، ده بس لحظة، الله فتح لنا باب طاقة فأرانا أنفسنا، أرانا أنفسنا وأرانا ما نحن فيه. يا رجل المسألة، القوم أتوا بقلوبنا، أتوا بالأساس، عارفوا كل شيء بالأساس، وقال لك بس الناس دي التصرف معها. وبعدين أصلا أموال طائلة بجامعات كاملة ها بتدرس نفسيات هذا الوسط الملتزم. انت فاكرها؟ ده انا كنت مفكر، كنت زمان بقى عشان انا ماليش دعوه بحد، مفكر الناس دي اصلا بتظلمنا ويعني كده في ظلم، فاهم؟ وان هم ايضا ما عندهمش حاجه، هو ضربه بس. لا يابا، ده انتم اجهل من اضل من بعيد، من بعيد اهاليكم. انا بتكلم اضل من بعيد اهلي، انا اضل من بعيد اهلي. ده دقه واتقان، اقسم بالله يحسبون النفس الذي يخرج منك كيف يخرج، اقسم بالله. وبأموال طائلة يدرس نفسيتك الكاملة ليعرف مداخلك ومخارجك وازاي يجيبك. خد بقى مني اللي بقوله لك ليس نظريا بل عمليا، دي عمليا دي بقى سبع عند الله، هتفهم اللي انا بقوله ده. اذا وخذ ثقة مني، دارس منك لما بتنام على جنب اليمين، ليه درست النمت على جنبك اليمين؟ عشان تفهموا انتوا ايه والناس اللي بيخططوا ليكم ايه. اصالة اتقان فوق ما تتصور، اموال طائلة عشان يعرف لما غمز بعينه ايه الاحداثيات النفسية والقلبية اللي تحركت عشان يغمز بعينه. متصورين؟ ها؟ ليه بقى؟ لانهم اذكى مننا. ليه بقى؟ لانهم اتقنوا ان الاسلام هيهدهم، فقالوا بس ده بقى لازم اعرف كل حاجة عنه، صغير وكبير ودقيق وجليل وفوق وتحت وظهر وقلب، وازاي بيفكر ومين اللي بيحبه طب انا اجيبه منين، طب ادخله ازاي، وكل دي طرق مش مدروسة، مش مدروسة، دي متقنة على ميزان الورانية او قل على ميزان الذهب. ايه بقى اللي ضيع ده؟ كده اتقاني عن النتيجة 100%. وده اللي حصل معي، وحصل موقف فقالوا لي احنا عملنا كذا، قلت نعم انتم عملتوا كذا وانا اعرف، قالوا عارفين انك تعرف. قلت نتكلم بميزان الدنيا، قالوا نعم. قلت اتقنتم الخطه؟ لا، انا كنت فاهمهم، قلت لهم اذا اتقنتم الخطه فالله حكم العدل، ان اتقنتموها وصلتم للنتيجه. عشان اقول لك برضه الروافد بتعمل كده، شغاله بهذا الباب عشان تفهموا كيف المسألة دي. أصلا ضرب السفينة والحوثين كل ده أصلا مدروس من قبل، عارفين إزاي أثروا على عقليات المسلمين ونفسيات المسلمين. فأنا لما قلت إذا أتقنتم الخطة وصلتم للنتيجة لأن الله حكم عدل، فقالوا لي يحجونني بقولي، قالوا المسألة انتهت. قلت ما انتهت؟ قالوا وصلنا إلى ما نريد. قلت لا، ما وصلتم. قالوا نحجك بكلامك. قلت إن أتقننا الخطة وصلنا النتيجة ونحن ترى أتقننا. قلت نعم أقر أتقنتم الخطة. قالوا وإنت ساعدتنا في الإتقان ده؟ نعم، على أساس أن كنت أرى ذلك وأقول بتعملوا كذا. قالوا كنت عارف وساكت. قلت أنا سكتت الأمور أخرى وراء هذا. قالوا ما هي؟ قلت لأننا أريد الذي تتعاملون معه أن أرى كيف هيقف عند دينه ولا لا، هيخلي دينه يحمله ولا لا، هيمشي بنفس التعليم اللي تعلمناه مع بعض ولا لا. والأمر الثاني أنا أعرف ما وراء الحدث. فلما قالوا لي وصلنا، قلت ما وصلتم؟ قالوا قطعنا كل شيء. قلت في حبل ما قطعتهوش وحبل ما استخدمتهوش. قالوا كيف؟ عشان بس أطمن الإخوة مع إتقان المادة عنده. قلت لهم بعد ما أتقنتم بقي شيء واحد للتأفيل. الرجل بتاع اسمه محار، لا اللي بيخلالك بيعطي اسمه وش أخير اللي هو إيه؟ النقاش هذا. الوش الأخير اسمه إيه؟ اللي هو اللطافة بقى اللي هو بيلمعها لك، بتدخل بقى تلاقيها منورة، صح كده؟ فقلت لهم هذا الوجه ليس معكم،
لانه اتقنتوا كل شيء وكل الاله عملتوها، لكن الوجه ده مش بايديكم، مش معاكم، ومش عايزينه انتوا اصلا، ومش بتستعملوه. قالوا كيف؟ قلت لهم في حبل لازم يصل من الارض الى السماء، انتم لا الحبل معكم ولا انتم اصلا تريدون وصله، انتم ما تعرفوش. فده هيخليكم ماشيين على انكم وصلتم ثم تفاجئون انكم ايه؟ لم تصلوا، لان الحبل مش موجود. ده بقى اللي بنعول عليه، وده على القلب، وثلاث ارباع لكم مش فاهمين الكلام دوت، مش بيعولوا عليه. ولذلك ممن انصحه قال لي ده سنين وهنقعد سنين. قلت له شوف الخطه محكمه واتقى مما تتصور قبل ان تقول، واقسم بالله ساقطه لانها لم ترتبط بالسماء. اي شيء مش مرتبط بالسماء مقطوع، كل شيء لا تربطه بالسماء فهو مقطوع. حتى الجلوس اللي احنا جلسناه الان نتمنى ثمرته، نتمنى ان يكون فيها، طالما مش مرتبط بالسماء فهو في الارض، وكل واحد فينا هيذم الاخر. فلو ارتبط بالسماء الله سيقوي العلائق جدا ويجعل الثمرة تتنمى. لازم كل شيء يرتبط بالسماء. فهو أعداؤنا لهم عوار مش فاهمينه، وضعف كبير في الأمر أنهم لم يربطوا الأرض بالسماء. إحنا المفروض نربط الأرض بالسماء، لأن ملناش أي شيء غير كده. القوم يقاتلون بعدة وعتاد وإتقان وأموال ومنافقين، يعني كل حاجة موجودة، كل شيء متقن. أنتم ما عندكم لا عدة ولا عتاد ولا عمالة تعمل معكم ولا شيء، ما عندكمش غير واحد، شيء واحد بس، وش هو؟ ربط الأرض بالسماء، أن قبلتك قلبك يتعلق بربك. خسرت دي خسران كل شيء. فلذلك أقول هؤلاء القوم لا يتركون لكم نفسا إلا يدرسوه. فالوسط الآن عمال يضرب في بعضه ومش فاهمين اللي احنا فيه، يعني احنا عمالين نضرب في بعض. بدل انت بتخالفني، انا تكلمت كلمة على المعركة اللي انت فيها، انا مخالفك فيها، يا عم اتصل قول لي طب استنى بس، احنا المفروض احنا يد واحدة، وانا وانت هدف واحد. طب انا وجهتي كذا زي كده. اخ انا نسيت اسمه، اخ فاضل خليجي دخل وقال لي انت تكلمت عن كذا، والمسألة فيها فرق بين النصرين، مؤدب مهذب تكلم بعلم، فاهمني؟ وإن خالفته، وإن خالفته وبنت له الخلاف وقلت له اتفقت معك على النقطتين وأختلف معك في النقطة هذه، وبعد كده الحمد لله رجع بعد ذلك شكرني علنا في هذا الباب. لما لا نفعل ذلك؟ لما لا حقا نكون يد واحدة مع الاختلافات اللي بيننا، يد واحدة. وقت أقول لك وإن خالفتني تعال ننظر مطلب الشرع إيه، مش ممكن تكون المصلحة كذا والمفسدة كذا ونعمل إيه ونفوز؟ لا، يا تنزل تحت رايتي يا هقطع رقبتك. ده كل الطوائف بتعمل كده، كل واحد خاف على الكتاكيت اللي في العش، كل واحد معاه 15، فاهم حضرتك؟ ايه ده لو سبناه يومين هياخد ال 15 ويمشي. ودي اتقالت اصلا، دي اتقالت تصريحا، لو سبنا زيد ابن حنيد فاهم يديهم محاضرات هياخدهم مننا ويمشي. هو انا شغال في وكاله؟ هو احنا شغالين في وكاله؟ ولا احنا اصلا بنعامل ربنا؟ واللي تحت ايديك دول هم انت ملكتهم اشتريتهم من سوق العبيد والجواري، ولا هم اصلا اتبعوك عشان يريدون منك دين؟ ها؟ لما؟ ما الذي تفعلون؟ لما؟ ومهما تتكلم مش هيسمعه، هو شايف نفسه بس، انا جلى وطلع السناية. وذلك انا جربت التنقل وعرفت ان المساله مداها صعب جدا، فقلت لهذا اللي انا قلت له خسران خسر الحمد لله، خسر وخطته البديله خسرانه ايضا. انا بقول لك اهو انت سامع، خطتك البديله خسرانه ايضا وخطته البديله خسرت. تعجب. قلت له شوف انا قلت لك مش هتستطيع ومش هتصل لما تريد. فابتدى يخبط، معنى ان هو ابتدى يخبط ويضرب بالطوب، مع كانه ايه مش وقع بس ده وقع واقر بالخساره، اقر بالخساره التام. لكن قال لي كلمه احرقت قلبي، قلت له على شيء معين في الوسط، قال لي صحيح ولن تستطيع أن تفعل له شيئا. قلت الله سيجمع القلوب، قال لي بعيد عليك هذا أبعد مما تتصور، بل قال لي ولو أحبك كل من هو موجود لن تستطيع أن تؤلف بين أحد. أصابني بمصاب،
فتركته وقلت أصلا سأرجع للأصل الذي نحن فيه ونملكه، ألا وهو هذا يرتبط بالله. ولذلك قلت إذن نرفع الراية، فمن أراد الحق سينزل تحتها ومن لم يرد الحق كما شاء، أو أيقول هذه الراية ليست هي الحق، الحق عندي، تعال بين ذلك عشان ننزل إحنا تحت إيه؟ تحت رايتك. فأنا بقول للإخوة انتبهوا انتبهوا، أعداؤكم أتقن ما يكونون، أنتم اللي جهلة وهم من جهلة، هم بيدفعوا أموال طائلة فقط فقط عشان يكتبوا ترجمة لكم. أقول لكم شيئا بعيد عن ذلك، شخص يعني مكتوب فيه ترجمة حوالي 1700 صفحة، بينام إزاي؟ بيأكل إزاي؟ بيقوم إزاي؟ بيجلس إزاي؟ لما يجي بيتكلم بيتكلم إزاي؟ اللي خلاه يعلى بصوته هنا؟ طب بيوطب بصوته ليه؟ طب النقاش معاه بيوصل ليه؟ طب هو عقليته إيه لما يفكر؟ كل ده مدروس يا دكتور، كل ده باللحظة مدروس. في شيء تاني أنا قلت لهم إياه أتعبهم، قلت لهم أرأيتم كل هذا؟ متقن جدا مع الواقع اللي استخدمته، وصلت ليه؟ قال كل الكتب ده ما يجيش 3%. قلت تعرفون لما؟ لأن الله هو اللي بيحرك. لو سلم الرجل نفسه لله كل الناس هتحتار فيه، تفهمون كلامي؟ لو سلم المرء المكلف نفسه لله كل الناس مش هتعرف تصل لنهايته. ليه بقى؟ لا، الله اللي هيجنهم. ليه؟ كل مرة دب يغيره لهم، كل مرة يغيره، خلاص احنا اتخلنا هو دب يغيره لهم، فاهم حضرتك؟ يموتون بقى. ليه؟ لان المتحكم مين؟ الله. فانا اقول لك سلم نفسك لربك ودع كل من عليك يتحدون، لكن سلم نفسك لمن؟ لربك، وسترى. هذا الذي نريده. أنا لما ندرس هذا، اعرف عدوك لأنه أتقن جدا كيف يعاديك. اعرف عدوك أو اعرف عدوك لأنه أتقن جدا كيف يعاديك. الشيعة، وحاول الخلاف بين الشيعة والسنة، قلنا أن هم كثير جدا، وأسوأ فرق على الإطلاق الروافض، الاثني عشرية، الإمامية، الإسماعيلية، ماشي، الباطنية، وأيضا الدروس والنصيرية، أخبث خلق الله. هؤلاء هم أخبث خلق الله في هذا الباب. ولو قلنا أن الخلاف سنة كونية، الخلاف مع هؤلاء خلاف إيمان وكفر، دي أهم مشاكل تكتبها، خلاف إيمان وكفر. المسألة مش خلاف مذهب رابع مذهب خامس، على ما حاولوا أن يدخلوه علينا. الخلاف بيننا وبين الرافض خلاف إيمان وكفر، إيمان وكفر. القوم يكفرون بالله، الرب اللي بيؤمنوا به ليس هو الرب الصحيح، ليس هو الرب الذي نؤمن به. بحال من الأحوال الرب الذي يؤمنون به غير الرب الذي نؤمن به، ونحن نعرض ذلك ونتمنى للكل الهداية، ونتمنى أن يوفق الله الجميع لكل خير وبر. هناك خلاف بيننا وبينهم في الأسماء والصفات. لو قلنا خلاف العقيدة، احنا تكلمنا أصول وجذور الشيعة، الروافض المؤسس والمهندس لدينهم هو عبد الله بن سبأ، لهم قواعد في دينه. أنا سأصدر الباب بالأعظم والأسوأ، وسامحوني تكتب كده مادة كفر الروافض ومن شايعهم، لأن الروافض دعمهم الحوثيون ودعمهم حزب الله، دول اللي ظاهرين بقى، هم اللي بيحركوا الدنيا دلوقتي، وطبعا معهم اتحاد مع النصيرية، هذا الكافر سوريا، الكافر ابن الكافر الذي أسال دماء إخواننا إسالة بلا هداوة. والله اليهود أرحم في غزة من هذا الكافر ابن الكافر الذي في سوريا على إخواننا في إدلب، على إخواننا في إدلب. في سؤال معاش ضروري استقمت علينا بينكم، أنية الكفار لا يكفي فيها، عيبت أنا أما إذا استقمت أنية الكفار تغسلها وتأكل فيها. الصحيح أنها الأصل أنها على الطهارة، إلا إذا تيقنت أنهم أكلوا فيها الخنزير أو شربوا فيها الخمر، فعليك وجوبا أن تغسلها وتستخدم. هذا المتنف. أقول مادة كفر الروافض خمسة. الأولى تأليه علي بن أبي طالب، يقولون علي بن أبي طالب هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه لا يدخل الجنة إلا ما أدخل علي بن أبي طالب، يعني نزع الربوبية لعلي بن أبي طالب. الثاني تكذيب الله جل في علاه مع الطعن في حكمته، وذلك باتهامهم أن عائشة فعلت الفحش، قالوا لم يقم على الحد إلى الآن، ده طعن في حكمة الله
كيف الله يختار لأكرم الخلق عليه ها يختار له واحدة تلاف مستوى فراش؟ ما فيش ولا امرأة نبي فعلت ذلك. قول الله تعالى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما خيانة عقيدة لا خيانة فراش. ما في نبي قط الله تعالى ابتلاه بخيانة فراش قط قط. فده طعن في حكم الله فعلا. وتكذيب الله لأنه برأها من فوق سبع سماوات فكذبوه، قال أولئك مبرؤون مما يقولون فكذبوه وقالوا فحش. فعلت الفحش الثاني أصلا كذبوا الله أيضا في أنهم قالوا القرآن محرف، فكذبوا الله في قولي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن مادة تكفيرهم أنهم كفروا. أقول إخوتي الكرام عندنا خلافات كثيرة بيننا وبينهم حتى نبين أو نؤسس يعني عقيدتهم، ماشي سيأتي التفصيل إن شاء الله في عقيدة الرافضة بالتفصيل بإذن الله تعالى. ودينهم قائم أيضا على التقية، دينهم قائم على التقية بجانب المتعة. أقول الخلاف بين عموم الشيعة وبين أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، إذا قلنا من الزيدية وغير الزيدية. شوف اليهود ضلالهم في الله أنهم جسموه، قالوا جسم. اشتهرت ضلالة الترسيم بين اليهود أول من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الرافض. لهذا قال الإمام الرازي اليهود أكثرهم مشبهة، وكان بد ظهور التشبيه في الإسلام من الرافض مثل هشام بن حكم وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبو جعفر الأحبر. كل هؤلاء هم ممن تعدهم الاثنى عشرية في الطليعة من أئمتهم وشيوخهم الثقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وحدد أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء قالوا وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم تشبيه. وطبعا قد قال معاذ بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعم. وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا مجسمة، ثم بين مذاهبهم في الترسيم ونقل بعض أقوالهم في ذلك، إلا أنه يقول بأنه قد عدل عنه قوم من المتأخرين إلى التعطيل، يعني التعطيل في فترة مبكرة قد وقع أيضا في الاثنى عشرية. ونقل أصحاب الفرق كل كلمات مغرقة في التشبيه والترسيم منسوبة إلى هشام بن الحكم وأتباعه، وكلام في جرأة على الله الأولى نتجنبه. يقول عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق زعم هشام أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل وعريض وعميق وأن طوله مثل عرضه. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. ويقول إن هشام بن سالم الجواليقي مفرد في الترسيم والتجويل أنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان. وكذلك ذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي مفرد أيضا في باب التشبيه. وقال ابن حزم قال هشام إن ربه سبعة أشبار بشبر في نفسه. أنا أستغفر الله على نقل الكفر وأستغفر الله على هذا القول، لكني لابد أبين لكم كيف القوم الذين أنتم تنافحون وتعلمون الطائفة اللي حاولت تدخلهم علينا أن هم إيه مذهب خامس. إيه ده الخلاف بيننا وبينهم؟ كان خلاف في التسمية في الوضوء واجبة أم لا، زي بالضبط الأخ اللي طلع وقال للناس وأنا أدعوه يتقي الله ربه ويكف عن هذا الكلام وأنه يسمع للحق ويتبعه. لما طلع قال لك ما فيش فرق بين أهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث والأشعرة والماتريدية. وأنا بيانت لكم الأصول الفارقة بين الأشعرة وبين أهل السنة والجماعة في كل أصول الدين، في كل أصول الاعتقاد افتراق. كيف يقول ندول من أهل السنة والجماعة فليتقي الله ربه؟ نفس الأمر أدخل على الناس إن الفراق إن الخلاف بين أهل الأثر والحديث وبين الأشاعرة كالخلاف في التسمية في الوضوء واجبة أم إيش أم مستحب، أو كالخلاف قراءة الفاتحة في الصلاة خلف الإمام واجبة أم قراءة الإمام قراءة المأموم، خلاف فقه تطبيق. عشان كده قلنا انه التأصيل العام كل من ناوش وقال وقد اختلف السلف في مسألة عقدية هذا فيه لوث البدعة، لان ما في اختلاف اصلا بين السلف في مسائل الاعتقاد، الاختلاف في التأصيل غير وارد.
الوارد في الاختلاف هنا ايش؟ في التطبيق فقط، في التطبيق فقط كما بينا قبل ذلك. نعم. نقل الإسفريني، ولذلك نقول هذا الأخ يضيع الأمة، يضللها بقول هذا، يضلل الأمة. وفي شباب كثير جدا يسمعون الله ويحسبون أن الكلام فوق العلم وفوق ذلك. شوف شوف، في هناك في مقالة بعتها لي الآن على مسألة الزواج المتعة، عايزين يمرروه هو في صغر الزام، فلا صح القبيح أنه قبيح أخلاقيا كالزنا. لا، لأنه لو كان قبيح أخلاقيا بإطلاق ما أبيح في أول الأمر، مش كان الشرع أقر أول يوم؟ فتمربه كان شرب الخمر كان أقر أول أمر. شوف التلبيس على الناس، شوف التلبيس على الناس أهو، بل تكررت إباحة نكاح المتعة ونسخ تلك الإباحة أكثر مرة ثم حرم يوم القيامة. عمت المذاهب الفقهية على تحريمه وخالفهم في ذلك الشيعة الإمامية. أهو رأيتم، وخالفهم في ذلك الشيعة، يعني إيه؟ مذهب وخلاف فقهي. هو ده المطلوب، ده التدليس في استعباط الأمة بهذه الطريقة. وكذلك جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين رايح لمين؟ لابن عباس. هتكلم عن ابن عباس. بل من أباحه منهم إباحة في حالة الضرورة على ابن عباس، وقيل رجع عن ذلك، والمستقر هو تحريمه عند عموم المسلمين سنة وشيعة إلا الإمامية. الشيعة كمان بيحرموا المتعة، فاهم إزاي؟ ومع ذلك فالذين يقولون بتحريم لا يجعلونه كالزنا، بل هم مختلفون هل فعله يعذر ولا يؤدب ولا يا ماما يا حلوة. هو هذا ده اللي عشان يحاول. شوف، فهي قضية فقهية بحتة، ما تتكلمش بقى بينهم كفر، تتكلم بقى بينهم كفر ليه؟ قضية بقى. هو ده اللي قلت عليه، انه بيدخله زي ما دخل لك كده الاشاعره الماتريديه انه اهل السنه، كل ما تيجي تقول له انهم يقولون في الرأي يقول لك والمساله قد اختلف فيها العلماء. اصلا اكثر الاخوه الجهله اللي عندنا الاخوه السلفيين اللي هم كما قلت لا يعرفون شيئا، يعني بعثوا لي لما اخ قال مساله الاستواء في العرش على استواء العرش فهي مساله خلافيه، وانا ادين رب قول مالك. يا حبيبي يا روحي، أنت أول ما قلت مسألة خلافية لازم يضربوك بدانة بدانة بدانة، لأن ما فيش خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ده الخلاف بين مين ومين؟ بين أهل السنة وبين، لما أنت تطلع للناس وأنت متصدر للناس تقول والمسألة خلافية ونحن على قول مالك، هل استواء معلوم؟ أنت أول ما قلت مسألة خلافية عملت إيه بقى يا حنين في الناس؟ ها، خليت الناس اي حد هياخد بالقول الثاني ما تنكرش عليا، دي المساله ها خلافيه. ضيع الامه ولا ضيعهاش؟ ضيع الامه. ده انت اصلا ابو حنيفه نقل الاجماع على ان من قال بان الله في كل مكان فقد كفر، الذي لا يثبت العلو كافر. لذلك الاشاعره بيردوا بيقولوا طب اللي بيثبت العلو كافر، انا هوريكم بقى بتكفرونا ولا تكفره وانتم كافر. هي كده دفعا بالصدر، مش علم، مش علم. هنقول ناقل الإجماع وحنيفة على أن من طالب أن الله ليس بسبب فقد كفر. ففهموا اللعب هنا على كبير بقى هنا. لذلك والله نحتاج إلى ثلاثة طلبة علم، ثلاثة بس، عارف هيكرشلهم الدنيا بأسرها، هيدمروا لهم كل الصروح اللي هم فيها، لكن ما فيش ثلاثة طلبة علم مدخلين. كله طالع ورايح وبتاع. او الراجل في الحوش انتظر، وان الميزانيات والوزنات والموازنه. يا ابني يا خفيف اسكت، يا خفيف اسكت، خلاص خلينا لك ان انت من دخل دار ابي سفيان فهو امن، عشان ما يبقاش في نفسك شيء. بعد كده طلعت هتقول انا من جهله وطلعت السنه، هنبين جهلك وسوء ما انت فيه من بلاهه. المعتقدات لا لعب فيها، الامه تضيع. أهو داخل شوف تدليس ودخول في هذا الباب. أهو بيقول لك هي قضية فقهية يتحرى فيها الحكم الشرعي في هذه الصورة من الزواج، ويقرر ليتبع ويحكم على مخالفه بعد قيام الحج عليه بعصياني بعاصي لمخالفة حكم الشرع. أما استعماله كوسيلة للسب والشتم وتعميم وصف الإمامية بأنهم أبناء نكاح متعة فهو ضرب من الجهل والسفاهة يا عيني التي يمارسها بعض العامة والجهل المنتسبين للسنة، ولا علاقة لهم بالعلم. أحد الأذكياء الشيعة قاتل المسلمين في سوريا حسنا من قاتلك باغيا رافضا الصلح، قاتله يا زكي سواء كان سنيا أو شيعيا، ولكن ما علاقة هذا بتكفيره أو بنكاح المتعة أو بمر غير اختيار؟ شوف انظر، شوف التلبيس على الناس. لما واحد مثل هذا يكون غبي من الغباء من الغباء من الغباء الألماسي مش الذهبي في هذا، ويكلم الناس عنه ايه عالم، يقول لك واللي يسفههم هذا سفاهة والجهل. لا، أهل السنة مش كده يا جماعة، خلاص المتعة عاصي عاصي، يا ما فيش مشاكل يا رجل. الرجل بيقول ان عائشة زانية، انت رحت فين؟
أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ الرجل ده بيقول أبو بكر كافر وعمر كافر. أنت أين ذهبت؟ أنت أين بتضحك على الناس في إيش؟ شوف أنا ما أنا مش عايز حد يغمني بهذا الكلام. الخلاصة الشيعة طائفة من المسلمين. وصل وصل عنتر بن شداد جاء. يا عنتر سيفك بطار. أو الشيعة طائفة من المسلمين لها انحرافات ولط وبدع ولها ظلم وبغي عدوان على أهل السنة، ومع ذلك فإذا أحسنوا أو راموا المشاركة أهل السنة في إحسان هذا عمل محمود ومشكور. وأما قتالهم واقتال غيرهم من البغاة سنيا كان أو شيعيا، وكذا قتال أهل البدع الذين لهم شوكة وسلطة سواء كانوا شيعة أو خوارج أو غير ذلك فله أحكامه وضوابطه المعروفة. يا ابن روحة روح يا ابن هذا الرجل، شوفوا مين اللي كتب هذه المقالة ودوه مستشفى مجانين وقعدوا فيها في عنبر 25 سريعا. في هذا رأيتم كيف يلبسون على الأمة، وبعدين بيظهروا مظهر العاقل الرشيد ان انت اصلا لما تسفه وتشتم الشيعة وتكفرهم عشان المتعة يبقى انت ايه سفيه. ها هو احنا كفرناهم عشان المتعة؟ ها هو احنا قلنا انها لا فسخ وكفر عشان المتعة؟ يا ابن المدلسين ها كفرناهم عشان كده؟ ها يا مدلس وصب الكلام على ايه؟ عشان يضحك على الناس. والمتعه والخلاف الفقهي بينهما، وان المتعه كانت قره يعني كانت من نكاح انكحه الجاهليه في الاول، جاء الشرع بايش؟ باقرارها ثم بنسخها ثم باقرارها ثم يعني المساله فقهيه. ها لا احنا بنقول لك استاذي الرافض يقولون القران محرف. القران محرف ما اتكلمتش على القران المحرف ليش؟ يقولون بالإجماع عندهم أن من قال بأن القرآن ليس بمحرف فهو كافر. يعني النواصب كلهم إيه يا أستاذ؟ كفر كفار. ليه؟ لأن كل النواصب بيدينون الله بإيه؟ بأن القرآن ليس محرف. أرأيت التدليس؟ أرأيت التدليس ماشي إزاي؟ طب أستاذي هؤلاء يقولون بالإجماع القرآن محرف، ما كتبتش كتابتك إلا معه هنا ليه في هذا الباب؟ هؤلاء يقولون بأن عائشة فعلت الفاحشة ولم يقم عليها الحد إلى يوم الناس هذا، ما اتكلمتش ليه في هذا يا بابا؟ ما جبتهاش مع المتعة دي؟ هو ده المأخوذ على الرافض المتعة؟ هو المتعة اللي ماخوذ عليها في هذا الباب؟ طيب يقولون أبو بكر كافر وعمر كافر عثمان كافر. لا لا كل الصحابة كفر إلا 13 واحد. حضرتك فين من هذا الكلام؟ أين أنت من هذا الكلام؟ رأيتم ده مقصود مقصود. ولذلك أصلا تعرفون أجيبها على بلاطة، كان أصلا أنا ليا لقاء تلفزيوني كامل في الأمر ده، فقال لك محمد حسن تجنبوه تكفرهم وطلع كفرهم إلى الصحائف، جنبوه احنا عايزين يبقى فيهم صالحة وماشي فجنبوه. ليه؟ عشان الرجل عمال يقول إن دول كفر أولاد متعة فاهم، لأن هو يريد أن يعمي على الناس ويدخلهم على الناس. أهو في نهاية المقال هذا ابن المدلس الجاهل أبو غبي هذا طلع في النهاية قال والشيعة طائفة من المسلمين. هذا الحكم الذي طلع به. الحمد لله أنا مش عارف مين اللي كتب هذه المقالة، لأن أنا كنت هطلع طول الليل أخلي يعني أخلي كل الجنون تروح له في هذا الباب. فأنا الحمد لله أنا مش عارف مين هذا، لكن أهو انظر في هذا الباب. بص أرجو والله انظر ماذا كتب يا شيخ محمد في طعنهم في عرض أم المؤمنين. ماشي قام في رسالة من أحد الشعب اللي هي يا كافر يا ابن الكافر ولا إيش؟ بيصدر باب كده، ما هم شايفيني أكفر أهل الأرض. ملك الله مشارك مع عمر قول اللهم آمين. أنت وأهل بيتك إن شاء الله تحشر مع عمر وتشيل صفات آمين آمين آمين. يا رب بحق لا إله إلا الله بحق وجهك الكريم احشرني مع عمر إن شاء الله إن شاء الله. ده بيقولون إن هو ميع قضية المؤمنين جابها على جنب وقضية القرآن. شوف قالوا تكلم يا شيخنا ذكر هذا، وانت فكر اللي بعث لي رسالة فكرني هسكت؟ ده انت او انت تحمد ربنا ان مش عارف مين اللي كتبها. ده كانت واقعته سودة في الاسبوع اللي جاي كله طول الليل هيبقى الشغل عليه فاهم. اللهم يحشرك مع عمر انت واهل بيتك ان شاء
الله تحشر مع عمر وتشيل صفات عمر وإن شاء الله تسقي عمر يا رب إن شاء الله. وأنا يا رب أنحشر مع علي ومع آل بيت رسول الله إن شاء الله إن شاء الله. وصلى الله على محمد. تعبس بيقول لي الذي يعني يرمي عائشة يبقى كافر وكذب القرآن. لكن انت خيالك الواسع هذا ليس شيعيا, ده من خيالاتك. الشيعة لا يقولون بذلك. بيقول الشيعة لا, شوف حتى بيكذب لهم. ده الشيعة بأسرهم مع عمومهم يقولون بأن عائشة لم يقل عليها الحد. الحوثيين كلهم بيقولون أن عائشة كانت تستحق الحد وما أقيم عليها الحد إلى يوم الناس هذا. شوف بيكذب. يا ولد يا ولد, من الذي أتى بك؟ ده بيقول لك يا اللي بيشتم اللي بيقول عائشة فعلت فحشة ده مش شيعي يا زكي يا متفاهم. أما هو إيه يا ابن الجنية؟ هو إيه جيب لنا الأشياء اللي احنا مش عارفينها؟ شفتم الأمة فيها عور كيف؟ أرأيتم كيف يفعلون هؤلاء القوم؟ لأن الآن المطلوب المهادنة مع هؤلاء القوم, المصالحة. محمد حسن يقعد على الجنب, اوعى يتكلم كلمة عن الشيعة. لكني لن أسكت عن هذا بحال الأحوال. أنتم تدنسون فراش النبي صلى الله عليه وسلم, تقتلون ديننا وعقيدتنا في قلوبنا, ولن نجعل لكم منفسا لذلك. والله ما حييت لحظة إلا وأنني سيف بطار على هؤلاء الكفر الفجر الذين يدنسون فراش النبي ويطعنون في كتاب ربنا العلي. يقولون من لم يقل بأنه محرف فهو كافر. والكذاب الخبيث يقول لا, اللي بيقول ان عائشة ما تعيشة ده مش شيعة, ده مش انت مش عارف الشيعة. ولا انت معمم ولا ولا ايه؟ انت جايبينك من اي معمم؟ انت ابوك كان معمم امبارح ولا ايه؟ فاهمنا. انا مش عارف. خد هذا بيقول لك لا ذكي ثالث, الشيعة يقولون بالقرآن محرف. لا, ليس هذا قول جميعهم يا ذكي. فماذا وجدت من يدعي ذلك فاحكم بكفره. لكن الشيعة ما بيقولوش كده. لا مش لا, ده الولد ابن دلال, ابن دلال الشيعية. لا ده هو ده الصحيح بهذا الباب. والله بص بعت لي عمالين يضحكوا على كلامه اهو. ما انا ما اعرفش, الحمد لله انا مش عارف هو مين. اهي هي دي الامه اهو. في ناس بعتوا لي سؤال حي حي اخونا ميت ما هو حي. احنا رفعنا شعار قبل ذلك قلنا لست عباطه بعد اليوم. اهو واحد زي ده صدروه يتكلم بهذا الكلام ليعمي على الناس ويقول لا يروح محارب. ده مش من هناك. مش الراجل اصلا من قلب ايران جاي. فسبحان ربي العظيم. في فيديوهات كامله مسحوها ورجعوا عليها. كل المعممين بيقولوا من لم يقل بان القران محرف فهو كافر. فهو كافر. ارايتم الخبيث بيده علي به؟ شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون مذمما ولست مذمما. انا محمد. فهو بيقول لي يحشرك مع عمر يا رب, مع انه كافر وما تقبلش منه ده. بس انا ما نعمل ايه؟ بس واحد كافر زي ده وتقبلش منه ده؟ مش ده مش انا بس, ده انا اخلي لو كان الزرغوطه لامراتي جائزه او لا زرغوطه. ده الراجل قال لي الله يحشرك مع عمر واهل بيتك. عايزين يعني المساله ده 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 ده, ده نعمه. وقال يجعل فيك صفات من صفات عمر. نعم هم قالوا يعني اخوه من الجزائر لقبوني قال حفيد عمر. هو قال لي انت تبك العمر في التلفزيون. قال لي انت صفه منطبقه على عمر بن الخطاب. انا والله ما تملكتش نفسي, روحت قلت يا رب احمدك يا رب, احمدك اشكر فضلك يا رب ان نكون كذلك. اهو الراجل جابها بالتصريح اهو, لا احشرك محمد عثمان, احشرك واهل بيتك مع عمر. شوف هل في دعوه؟ شوف بص المناوئك ويعديك. شوف ربنا جره يعمل فيك ايه, يعطيك ما تتمنى ولا يمكن ان تصل لذلك.
من منا يصل إلى أن يرى بس عمر يرى الذي نصر الله به الدين وأن النبي كان يجعل له هيبة يقول إهني عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجل لسلك الشيطان فجل فجل سلكت. الله الله الله. أيضا من الانحرافاتين في اعتقاد الله جل وعلا التعطيل. احنا في مسألة المتعة ذكر الشيخ حسين المساوي من علماء الندب بعد أن لما ضاع عليه يعني إلى أهل السنة كلام ألماتهم في هذه في أمر المتعة وقال يعني أنه من تمتع مرة فكان كالحسن ومن تمتع مرتين. يا ابني جعفر الصادق قال أعظم المتعة أجرا أن تتمتع بمزوجة. الزوج هيقعد يهوي عليك شال الحر ما يتعبكش فاهم حضرتك عشان العرق اللي نازل هيقولك فاهم ده ويقول لك كتب الله لك عظيم الاجر يا اخي في هذا مزوجه وعاملينها من تحت فيتها من تحت لتحت كفايه ازاي قوم اصلا ملاعين قوم ملاعين اصاله عشان تفهم من هؤلاء. والتاني يقول لك يا زكي اللي بيقول قران محرف ده مش شيعي يا زكي اللي بيقول مش شيعي اللي بيقول عايش ده مش شيعي الله أما جيب الكلام ده منين؟ أما ده إيه؟ ده انطباع جني ولا إيه؟ وده كما قلت لك ده مطلوب. هذا هو المطلوب. خفف خفف على الناس. خفف على هذه المصالحة. فاهم؟ كما جاءت طائفة وأدخلوها علينا بإيه؟ بالتقارب. ولما أدخلوها علينا بالتقارب سيدهم أطلق عليهم رصاصة الرحمة. وقال لا 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 يمكن التقارب بيننا وبين هؤلاء. ربنا بصره لكن بعضهم قال لي لا رجع تاني قلت بقى دي بقى بينه وبين ربنا لكن في نهايته قال لا تقارب بيننا وبين هؤلاء القوم ما ينفعش مش ممكن يصلح لابد يعلم ان هؤلاء اعدى اعداء الدين. طيب انا ساستعجل هذا اهم عقائد أشياء الرافضة الإمامية وبعد كده يبقى الكلام القادم في الدورة القادمة على كل الشيعة مع كل ما هو فيه ما فيهم مع الصوفية أبناء العمومة. يلا بقى ده بقى لو ما نتقتلتش يعني مع أولاد العمومة كل العقائد الخاربة فيها مع بعض مضمومة مع الكلام على مسألة التبرك اللي هم بيتمسكون به. يعتقد الشيعة الإمامية الرافضة الاثنى عشرية أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام وأصل أصيل أصول الإيمان. لا يتم الإيمان إلا به وباعتقاده. لا يمكن أن يقبل عمل إلا بتحقيق هذا الركن الأصيل عندهم ركن الإمامة اللي هي ولاية التكوين الإمامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ويقولون بأن علي هو الوصي وكلها أحاديث مكذوبة يتمسكون بها. يا ابن بابوي القمي يسجل عقائد الشيعة في القرن الرابع عشر ويقول في القرن الرابع آسف ويقول بأنهم يعتقدون بأن لكل نبي وصيا أوصى إليه بأمر الله تعالى وذكر عدد الأوصياء 100,000 وصي و 24,000 وصي كما ذكر في المجلسي في أخباره أن عليا هو آخر الأوصياء. وطبعا كما قلت يرون ولاية التكوين وأن علي هو الوصي وطبعا ما لهم أي دليل على ذلك وده الحلقات التلفزيونية موجودة الإخوة ترجع لها لأنها هدمت كل الأصول التي يتكلمون فيها. لكن هم اعتقادهم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كتب ابن المعلم في كتابه روضة الواعظين إن الله أنزل جبريل على النبي بعد توجيه المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك نصب عليا الإمامة ونبه أمتك على خلافته. فقال النبي يا أخي جبريل إن الله بغض أصحابي العلي إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إدراري فأستعفي لي رب. النبي خاف قال لا يا أصحابي هيموتوني لو قلت بل نشوف شوف بالله عليك يصورون النبي كيف. فصعد جبريل وعرج جوابه على الله فأنزل الله تعالى مرة أخرى وقال النبي مثلما قال استعفي ربي أنا خاف منهم. النبي ده تصول النبي استعفي ربي فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي فأمره الله بتكرير نزوري معاتبا له مشددا عليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الرسالة عنده يا الوصايا لعلي بن أبي طالب. فجمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه ومن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من ولاه وعادي من علاه امضاء كذاب ابن كذابة. يا هذا هو شوف هذا هو
وإنكار خلافة طبعا الخلفاء، قالوا الخلافة خلافة الأئمة الثلاثة خلافة باطلة لأنهم كفار. نعم، أبو بكر كافر، عمر كافر، وعثمان كافر. من عقائدهم نقص القرآن، اللي هم بيقولوا بالإجماع أن القرآن بين أيديكم ثلث القرآن، والقرآن الحق القرآن عند من؟ فاطمة. وهم اختلفوا من اللي كتب، جبريل اللي كان يملي القرآن الحقيقي، هل فاطمة كتبت ولا علي اللي كتب؟ ده اختلفوا فيه. وقد ذكروا في كتبهم الحديثة والكلمية أن عثمان بن عفان نقص من القرآن، فإنه كان في سورة ألم نشرح بعد قوله ورفعنا لك ذكرك وعلي سهرك، فأسقطها من الحسد الذي ملأ قلبه فمسح مسيح. والله بقول لك بنتعامل مع عبط، ها، في السرداب مع العبيط اللي في الماء، اللي هو اخرج اخرج كل يوم يجيبوا جمل ويطلعوا معاهم فلوس ومعاهم اكل وشرب عشان يطلع ياكل بس. ودلوقتي هو من تحت في السرداب بيبعت رسائل اس ام اس بيهديهم لغايه ايه هكذا في السرداب. شوف 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 المتخلفين المجانين ماذا يفعلون. نعم، طبعا من اصول دينهم التقيه، التقيه دين ودين ابائي هم يقولون ان اكرمكم عند الله اتقاكم في هذا الباب. مفسر القران برايي فقد كفر، وقالوا القرآن علي هو القرآن الناطق، لا يمكن أن تفهم آية إلا بعلمنا بتوى. وإلا وطبعا عندهم القرآن ما حدش يتكلم فيه غير الأئمة. وهنا هنا طلع بقى عندنا إيه؟ طلع عندنا المتمذهبة عشان يمشوا الطريق، ما حدش يتكلم في الحديث ولا في القرآن، ما حدش، خلصت، ما حدش له أنه يتكلم في الحديث، ده في القرآن الأولى وخلصت، ما حدش يتكلم فيه، ما حدش يفهم، ما حدش يعلق، كلام ربنا مش مفهوم. مش بس باب الاجتهاد، اغلق باب القراءة حتى في الحديث، ما تقرأش الحديث، مالكش انك تقرأ فيه ومالكش تقرأ في القرآن. طلع واحد بس ممثول فاهم كالبجعة فقال ليس في القرآن الا 45 آية، دي بس اللي تتقرأ تذكرك بالموت والقبور، 45 آية بس، بعد كده ما تقراش حاجه ثانيه. ما في الواقع تطلع على السرداب، ما هو الامام هو كل شيء. المتذهبه بقى اخذوا منهم الخط ده وقال لك ما فيش شيء اسمه تقرا كتاب ولا تقرا سنه، ما فيش، قال فلان الفلان واتعمى وامشي وراك الحمير. يفعلون ذلك، هم ارادوا بالامه هكذا يا شيخ، ارادوا بالامه هكذا. أي تناقض شيخ، لما الرجل يكذب الله ويطعن في حكمته بعد يقول هو الرب، ما باش تناقض. أصلا دينهم باطل، باطل اعتقادهم في الأئمة أنهم يعلمون الغيب، أنهم يتحكمون في ذرات الكون، ويعتقدون العصمة في كل الأئمة، وأنهم لا يموتون إلا بعد إذنهم، يعني يعرفون متى يموتون ويأذنون، لو ما أذنوش ما يموتوش. نعم، هذا الاعتقاد، هذا اعتقادهم أصالة. ويطلع الولد يكتب مقالة يقول لك يا ذكي اللي بيقول قرآن محرف ده مش الشيعة، مش شيعي. ايه الولد ده اللي يقول المتعة مش عارف ايه، مش شيعي. اللي يقول عائشة زنية ده مش شيعي. اللي بيقول قرآن محرف ده مش شيعي. فأمال هو مين؟ هو ابن جني ده جانا منين؟ الكلام ده جه منين يا جماعة؟ ده في اجماع بين خلوه المعممون جميعا يقول بذلك. الولد دخل عليا قال لي لم تكفر أبو بكر وعمر فأنت كافر. ايه اللي بيحصل ده؟ ليه التعمية على الناس؟ ليه؟ ماذا تريدون؟ كما قلت، وكان المنهج الاصيل جنب محمد حسن، جنب محمد حسن من الشيعة. يا الدواء فيه سم قاتل، الدواء محمد حسن فيه سم قاتل، بعدوا عن المرضى عندنا من 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 من, من الشيعة. لذلك جنبوني من اللقاءات اللي اتكلم على اصلا الشيعة. وحتى الناس قالوا لهم كيف تعطيل كذا، ها، والعلم كله موجود هنا، ماذا تفعلون؟ لما؟ لكن هو الامر جنب محمد حسن ما يتكلمش في الشيعة. ليه؟ لانه كشف عوار الشيعة، اظهر كفرهم الصريح. ما فيش حد يستطيع يردنا غير العبيط المهبول ده اللي كتب وقال صح كلامك صح، اللي يقول القرآن محرف كافر، اللي يقول عائشة كافر، بس مش الشيعة اللي بيقول كده. طب مين؟ ها؟ شيطون ابن شيطون، مين اللي بيقول ذلك؟ خلي احنا ظلمناهم وقلنا انهم يقولوا ذلك، هات مين؟ فهو ده المقصود.
فهمني؟ وتجنبة محمد حسن ليه أشياء من أجل أنه أظهر عقيدهم التي ظهرت بجلاء أنهم أكفر أهل الأرض وأنهم أخبث من اليهود. لكن المية ماشية الآن على إيه؟ على جو المصالحة. المية ماشية الآن على جو، عشان كده أتقن قناة إعلاميا وفيها أموال طائلة تصرف عليها، دخلت تبلور للناس انتصارات الحوثيين والإيرانيين ووقوفهم مع المظلومين. ها مظلومين، وهم قتلوا الأحواز وقتلوا إخواننا في إدلب أكثر ما قتل من قتل في غزة. يبقى ده دماء البطة البيضة غير دماء البطة السود في هذا الباب. طيب، وإتخد ده عشان نمشي في المصالحة. ما فيش مصالحة مع من يتهم فراش النبي ولو راحت أرواحنا، ما فيش مصالحة مع من يكذب الله ويطعن في حكمته، ما فيش مصالحة مع من يشتم الله ليل نهار، ما فيش مصالحة مع من قتل نبينا، ما فيش مصالحة مع من يسب أئمتنا وأسيادنا وأجدادنا ويكفروهم، ما فيش مصالحة ما دامت الروح عندنا والحياة فينا. والله وبالله وتالله لن نسكت على هذا بحال من الأحوال. وأكفر أهل الأرض هم الرافض، وأخبث أهل الأرض هم الرافض، وكفرهم ظاهر على ما قلنا. طلعوا بقى مخبول مش مخبول، دول مش شيعة، دول كانوا في مدرسة المشاغبين وطلعوا قالوا كلام ده، فاهم؟ قل ما تقول ونحن سنقول لك ونبين لك أن هذا هو دين الشيعة أصلا. هذا دين الشيعة واقف على ذلك، على تحريف القرآن أولا، على ولاية التكوين لعلي بن أبي طالب. ها؟ تعال الحيداري ده ولا مين؟ الحيداري؟ بس الحيداري أحسن منهم، بس بيبين ضلالهم. الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. بيتكلم عن القرآن إنه ضرورة تلس القرآن. القرآن الذي بأيدينا 6,200-6,300 إلى حدود. سمعتم المعمم الكبير بتاعهم كمان الحيداري أصلا بيسبهم. الحيداري عد بينتقدهم. بص قريب. ليس بأيدينا. أنا مهم عندي تعليق منه العلامة المجلسي أنه يتفق مع هذا الناس أو يرفض هذا الناس. انظروا ماذا يقول من؟ العلامة المجلسي في ذيل هذه الرواية يقول فالخبر صحيح. لا يقول لنا قائل أن الرواية ماذا ضعيفة السند ومجعولة وموضوعها على أهل البيت. فالخبر صحيح. انقل رواية من الكليني. الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق عن الإمام الصادق قال إن القرآن سيب بس ما يمشي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. وفي إيدينا إيه بقى؟ والآن القرآن الذي بأيدينا 6,200-6,300. هات بقى، لا هات نقل الإجماع على كفر ما لم يكن كفر محرف. هتالي الدينات هات عشان ما ابن رتيبة يعرف من الذي يقول بذلك. طب ده كمان حيداري، ده الحيداري ده هو بينتقدهم. هو الحيداري يا شيخنا اصلا بينتقد وصولهم وشغلهم، بينتقد كل شيء منهم، فاهم حضرتك؟ ومع ذلك مخرف، ومع ذلك مخرف. واهل السنة اللي هم الضعفاء بيفرحانين بيه جدا، هو مخرف اصلا، المعتدل فيهم مخرف. فمن علا متوغل في الشيطانة. اسمع دلوقتي هيجيك بالفيديو، نقلوا الإجماع على كفر من لم يقل بأن القرآن محرف. وابن رتيبة بيقول القرآن ليس محرف. ابن رتيبة بيقول من قال بذلك لا ده مش شيعي اللي بيقول ذلك. طب تعال أهو المعمم الكبير بتاعهم اللي بينتقدهم قال بأن الكليني والمجلسي بيغلق الرواية على أن القرآن اللي بين أيدينا 6,000 آية واللي نزل بجبريل على فاطمة كام؟ ها 17,000 آية. 17,000 آية يعني 3 × 6 = 15. شفنا وقرب ها هو ده اللي بيتكلم فيه. وهم قالوا كده، قالوا الذي معكم هو ثلث القرآن، لكن اللي مع فاطمة هو القرآن. وطبعا هم اختلفوا فيما بينهم، اللي مع فاطمة مين اللي كتبه؟ اختلفوا في كده، مين اللي كتبه؟ فبعضهم قال علي بن أبي طالب أم له جبريل له، وبعضهم قال فاطمة نفسها هي اللي كتبت.
المصيبة يا شيخ أنا ذلك أن الوحي لم يكن ينزل على الحبيب النبي بل كان ينزل على فاطمة وعلى علي. طب يا شيخ ما منهم من قال أنه جبريل خاين من الروافض؟ من قال جبريل خاين؟ الرسالة أصالة كانت لعلي بن أبي طالب فخان وذهب بها إلى شوف اتهم ربنا بالعجز إزاي كيف وذهب بها لمحمد. نعم منهم من يقول بذلك. أخي في أعجيب هذه طائفة كافرة كفر أكبر فيه ظلمات. الخمين الله عليه من الله ما يستحق. شيخنا هي أصلا هي عقيدة الفرس قبل الإسلام أصلا. هي عقيدة الفرس. ولذلك عمر أبغض الناس إليهم ليه؟ هو اللي كسر قامتهم. فذاك حقدهم عليه شديد شديد. يا عم انت بتجيب من بحر الظلمات انت ما انا لا انا عايز بس نقل الاجماع على ان هم قالوا من لم يقل بانه محرف كفر. مسحوه مسحوه موجود موجود لا موجود لا لا موجود 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 هات هات الولد ده ايوه هات الولد دوت هات ده اللي قال من لم يكفره يكفر يعني من لم يكفر اللي بيقول بالقرآن محرف يكفر بس علي صوت بكما القرآن بأن عدد الأحاديث التي وردت بهذا الخصوص بخصوص موضوع التحريف والعدد إنها تزيد على 2000 حديث أكثر من 2000 حديث على تحريف القرآن وأنا أعتقد إن الأمر يتجاوز 2000 بكثير وكثير. ماذا تفعلون بألف ومئتين رواية في تحريف القرآن؟ تحريف القرآن بينك وبين الله احنا يا مطلب عندنا بعد بألف ومئتين رواية حتى الغدير أمك بألف ومئتين رواية بأن عدد الأحاديث التي شوف يعني هنا 1200 رواية على أن القرآن إيش؟ محرف عندهم وهم أصلا علم الحديث دخل عليهم في القرن السابع لما أهل السنة عيروهم أنتم مالكوش حديث ابتدوا يهتموا بالأسانيد مقطوع آخر اسناد لهم لجعفر ومقطوع ها أو حديث الحمار أفضل حديث عنهم حديث الحمار. شوف الناس دول بقى أفضل شيء جابوا حديث الحمار عن أبيه والشعب قال لو خلقهم بهائم لكانوا حميرا حمار بيحدث عن حمار اه لو في هات هذا بس ده ده مدلس اي نعم عند السنة والشيعة عنك الله عليكم أتكذبون على الله سبحانه وتعالى ده بنقص بيقول له انت بتقول القرآن محرف قال نعم عند السنة والشيعة انا القرآن محرف اي نعم عند السنة والشيعة بص سمع هات يا شيخ هات هات الله يرضى عنك هات بين عشان ابن رتيبة يرجع بس عشان نرتب ياخذها الله اكبر بسم الله يقول في من قال ان القران مخلوق هذه مساله معروفه خلاف كبير فيها وقع انذاك خلاف ونحن تبعا لائمتنا عليهم السلام نقول ان القران مخلوق لانه لم يكن مخلوقا كان خالقا يعني صار شريك لله عز وجل سمعين اول انحراف مخالفين الى الان الى الجهل الى اليوم الى اليوم يقولون لا القران ليس مخلوقا الا المعتزله ما تقول في من قال إن القرآن مخلوق لا احنا عايزين التحريف جاي مسألة معروفة لا احنا عايزين التحريف شوف دي ادي ضلال ان هم عقدتهم ليش ان القرآن مخلوق هم عقدتهم اعتزال فانا اريد التحريف فيها يا شيخنا ده كلامه كمان ان هو ايه المعتزله هم من يوافقون ما هم واخدين دينهم من المعتزله يا شيخ خدتهم عقيده معتزله الا انت لو عندك تين لو عندك شعره في التين وطمع بهذا المقام اللي وصف لك رسول الله لما منت بوقوع التحريف بالقران سمعتم كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القران فهو كافر بما انزل على سمعتم يا اساتذه عد لي ده 17 مره كلكت 17 مره هات يا ابن رتيبه اهو معمم هو الذي يقول بذلك من استعباط الامه لو عندك شعره من التين وطمع بهذا المقام اللي وصف لك رسول الله لامنت بوقوع التحريف بالقران كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القران فهو كافر بما انزل على محمد خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه تاني عيد تاني عيد عشان يكون وتر الله كم عيد تاني
عيد تاني. لا ليسمع ابن رتيبة. عندك تين، لو عندك شعرة من التين وبمع بهذا المقام اللي وصف لك رسول الله لآمنت بوقوع التحريف بالقرآن. كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القرآن فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ وهذا من وحي الشيطان، لتعلموا الأمة ليست بالهينة، ولتعلموا أنهم يقدحون في نبينا. بل منهم طائفة تقول إن جبريل خاين، أصل الرسالة كانت نازلة على علي بن أبي طالب فخان وأعطاه محمد. طب فين ربنا؟ طب فين الذي أرسله؟ عشان تعلموا يا جماعة القضية كبيرة جدا، لكن لازم تخبي محمد حسن. جنبه، ما في، اقطع أي لقاء في هذا الباب لا يتكلم عن هذه المسألة، لأنه هو بيجيب المسألة من جذرها من عمقها، فبيجلي الأمر للناس. خليها كده زي الراجل بيقول لك لا دول مش شيعة، دول وحشين وحشين، الشيعة في الجنينة اللي جنبهم، فاتقوا الله وخليكم معاهم كده حلوين، عشان المية ماشية للمصالحة، المية ماشية للمصالحة. فلو كانت المية تمشي للمصالحة يبقى دول مش كفر، يبقى دول مش بيسبوا عرض النبي، يبقى دول مش بيكذبوا الله ده فعلان. الأمة بتستعبط من كل الاتجاهات، ولذلك قلت كل قناة تمرر هؤلاء على الناس فهي عند الله أكبر آثمة، وهذه القناة كل من عليها إن كان يعلم بهذا ويعلم أن هذا تمرير لأمة تكفر الصحابة وتتهم فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما مثلهم وإما معاون على أكبر قضية فيها ظلامة على هذه الأمة، فليتق الله ربه ويرجع. عامة هذا بعض الكلام على عقائد هؤلاء القوم، وسنزيد الأمر إن شاء الله مع أبناء عمومتهم في الكلام على التبرع. التقية عندهم ده يقول لك التقية ديني ودين أبائي، فهمنا لك أنه يوري عليك يتق، يقول لك عمر رضي الله يا كافر يا ابن الكافر رضي الله عنه وارضاه، فهو فانزل القرآن، يقول لك القرآن بين أيدينا كتاب الله، فهم، ويجي يقول لك من لم يعتقد الله محرف هو كافر. التانيين شغال بهذا والله، ترى تعرف كما قلت لك ياسر الخبيث هذا بيركض خلفي عشان يعمل مناظرة فقط عشان يقول لي ليه ما اخترت عمر، عشان يقضع في عمر. هات رضي الله عنك، هو ها هو عدمي تحريف القرآن تحريف. سمعتم؟ عدها لي من الأول، خد عيد من الأول. قال من لم يقل بتحريف القرآن فهو كافر، هو الواد ده اللي نقل أصلا الإجماع تحريف القرآن تحريف. سمعين؟ قد تقولون وكيف ذلك؟ القاعدة صحيحة، هذا العدد الكبير من أحاديث أهل البيت 1200 رواية يتحدث عن تحريف القرآن. سمعين؟ وقد استمعتم إلى كلام السيد الخوئي من أن كثرة هذه الروايات تبعث على القطع أن بعضها قد صدر من المعصوم. لو كانت رواية واحدة نحن نقطع بصدورها أو نطمئن بصدورها ونرفض هذا المعنى، إننا نكذبه، ومن يكذب المعصوم فهو كافر. يلا يلا، يكذب المعصوم فهو كافر. نعم يا أخي، شيخنا جايب آيات هو ها سمعتم وقام قال بأنه قام محرف بعدم تحريف القرآن كافر. سمع من لم يقل بتحريف القرآن فهو كافر، هو أكبر المعممين منهم. وابن رتيبة بيقول لك ده مش شيعي، اللي بيقول لك مش شيعي آسف يا ده سحروني. فحقيقة الأمر عقائد القوم كما قلنا أمور خمسة تضيع وتهدم هذه الرافض النصيرية الدروز الإسماعيلية الباطنية، هؤلاء أخبث خلق الله في الشيعة. الزيدية نعم أقرب الناس أهل السنة والجماعة، لكنهم من انحرافات عقدية كبيرة. أي الحوثيون كانوا زيديين، دخلت إيران بالين الإيراني فانقلبوا جميعا إلى رافض، وابتدوا يعملوا مراكز لسب عائشة وتربية الصغار على تكفير الصحابة الحوثيون اللي هم نصروا القضية. فلذلك الخطر داهم، الخطر عظيم على الأمة،
وكما قلت الاتجاه الآن مصالحة هؤلاء القوم. إذا سكت أي حد بيتكلم في هذا، سفح أحلامه، قل له يا زكي أنت مش فاهم حاجة، دول مش شيعة، دول وحشين، كرشناهم كرشناهم عشان وحشين. الناس الحلوة عندنا في الشعب كل الناس حلوة، كلها حلوة. مدى الخامس نعم المتعة فيها معصية، قل له دي معصية وخلاص، وبعد كده طبطب عليه عشان إيه؟ عشان ربنا يتوب عليه. لكن لا لا، اللي بيقولوا ذلك دول وحشين، دول مش من الشيعة، وده أصل الدين الشيعة أصل. اللي ما يكفرش أبو بكر عمر عندهم كافر، عند الشيعة اللي ما يكفرش اللي ما يعتقدش كفر أبو بكر عمر عندهم كافر، اللي ما يعتقدش أن القرآن محرف عندهم كافر، اللي ما يعتقدش أن عائشة فعيلة الفحشة عندهم كافر. أين القوم بعد ذلك؟ ماذا تريدون؟ لذلك استيقظوا. فالحمد لله نحن لا يجنبنا أحد، جنب محمد حسن مش هيسكت محمد حسن، لأن ده دين وده عرض النبي وده 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 صفات الله. أنتم اتهمتم الله بالنقص وكذبتم الله وكفرتم به، فنحن هنا لنبين لكم أن الله كفركم بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم كفر لأنكم تطعنون في فراشي، وأيضا كفرتم أصحابه فكذبتموه. النبي وقف وقال أثبت أحد، إنما عليك إيه؟ نبي وصديق، وأنتم قلتم الصديق كافر والشهيد كافر. وقال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، فقلتم كل دول في النار، بل قالوا مخلدين، وكان ويقولون لا يمكن لصباح أن يكون فيه بكورة البركة إلا بلعن الصنمين. اللهم لعن صنمي قريش على عمر وأبو بكر. ها على منى عائشة كمان، يلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه اساس منافقة. لما نقول منافقة يعني لا حرمة لها. عائشة كانت بنت نبي، زوجة نبي، ايا كانت تنقطع العلقة، وهي نفسها انتهكت حرمتها لما دخلت في معشر الرجال، ومو بس انه اظهرت وجهها، اظهرت حتى صدرها للرجال. لما هذا يقال على عائشة؟ هذا يقال على عائشة وانتم تريدون كلب مثل هذا يتكلم على عرض عائشة مثل هذا؟ الأمة كلها تتزلزل لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويهان عرض النبي بكلب وكلب آخر يتكلم بمثل هذا؟ عاد على عرض عائشة وتسكتون وتحسبون أن هؤلاء القوم يدخلون عليكم، وبعض طائفة الخبص يقولون ينصروننا وينصرون القضية. رجع هذا، رجع الكلب، ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم عليه أساس منافقة. لما نقول منافقة يعني لا حرمة لها، وإن كانت بنت نبي، زوجة نبي، أيا كانت تنقطع العلقة، وهي نفسها انتهكت حرمتها لما دخلت في معشر الرجال، ومو بس أنه أظهرت وجهها، أظهرت حتى صدرها للرجال. لما اغتسلت أمامهم غسل الجنابة ما طلعنا هذا المشهد بالفيلم لأنه ما يجوز نطلع أصلا. وتقول لي حرمة النبي صلى الله عليه وآله، السؤال لما كانت هي تستقبل هؤلاء الرجال الذين عدلتهم أنا في اللي الحمد لله رديت عليه أصلا في برنامج تلفزيوني كامل، في هذا الخبيث ابن الخبيثة اللي حيموت عشان يلتقي بي. مجنبان وذاك تعلم مدري وصل الجنابة وذاك تعلم مدري شنو، وتقول لها فعلتها يا لوكا وما أدري كذا، وغير خروجها في وسط الرجال متبرجة ويقول أمير المؤمنين عليه السلام وتبرجها أعظم من خروجها. هذه هي التي هتكت حرمتها بنفسها. سمعتم؟ أمكم يقال فيها ذلك، ويطلع ابن رتيبة يقول لك ما فيش حد بيتكلم، اللي بيتكلم كده مش شيعي، هو معمم رأس من رؤوس الشيعة عشان تعلموا. ده كان إن كان عندكم دين، إن كان عندكم نخوة ومروءة لعرض نبيكم، أهو بينتهك عرض النبي صراحة. ويقال على الصديقة بنت الصديق اللي هي زوجة النبي في الجنة بيقال ذلك عنها. ها والمية جنب محمد حسن وخلي التقارب يحصل، والمية في هذا الباب اقتلوه لأنه بيظهر أشياء لابد أن تخفى. شيخنا ده انت لو قرأت كتب التراجم يعني لو حتى مقارنة بين ابن عساكر والذهبي وغيره من كتبهم، يعني بحكم من قرأناها لتراجم اللغويين فقط ليس للآخرين، تجد العجائب. شيخ أنا في باطن الأمر هم ليش جنبوني؟ عشان جاب لهم مثال من القاع بقول لهم كفر، واللي يستطيع يقول مش كفر ياتي.
حتى هذا ابن رتيبة ما يستطيعش يتكلم. قال نعم كلامه صح في انه اللي يقول القرآن محرف كافر وعائشة كافر، لكن دول مش دول وحشين، دول وحشين دول بره، دول مش في الجنينة، انما الشيعة في الجنينة. شوف انظر انظر التدليس على الأمة بأسرها، انظر ماذا يريدون القوم، انظر في هذا الباب. لذلك قلت بطلوا استعباط في الأمة، ولن ندع لكم مجالا لاستعباط الأمة بحالنا، والله ما كان فيها نفس نفس إلا لأبينن كل استعباط في الأمة من كل الدوائر في هذا الباب ليستقيم الدين، وبعد ذلك نذهب إلى رب العالمين قد برأت ساحتنا، فإن سألنا عما أعطانا نقول فعلنا ما استطعنا بك وبقوتك وحولك وما لنا إلا ذلك وأنت أرحم الراحمين. الله المستعان. إن رضيتم على أمكم ذلك فحيا هلا بهذا الباب، ولتعلموا أنه الآتي أعظم، الآتي أعظم، لأنه وراءكم وأمامكم فوقه فوقكم رب يسأر وينتصر لعرض نبيه، فإن لم يكن فيكم رجال سيصنع الله رجالا لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة منتهية في هذا الباب. ولذلك كل طائفة تريد تعمي على الناس هذه المصيبة ها فإنها تعاون على تلويث فراش النبي. كل طائفة تحاول أن تعمي على الناس هذا الباب فإنها تعاون على تلويث فراش النبي، والله لهم بالمرصاد، سينتقم منهم شر انتقام، وهم الأولين سينتقم الله منهم قبل أن ينتقم من الكفار الأصليين الذين يفعلون ذلك في أرض النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على سيدنا ابو بكر. انتهت بالكلام على عائشه، انتهى الامر. من ابي بكر وعمر اقسم بالله امريكا يهود نتنياهو اريال شارون افضل الاف مره من ابي بكر وعمر. نتنياهو افضل من بكر وعمر. اريال شارون كلبه، ليس اريال شارون، اريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب افضل من ابي بكر وعمر. سمعين سمعتم بماذا يقول؟ بيقول ان كلب شارون أفضل من كذا. هذا دين، ده دين القوم عشان تفهموا من هؤلاء. هذه المسألة ليست بالهينة، كل من عاونهم وأدخلهم على المسلمين سيحشرهم الله معه. إن كان جاهلا يعذر بجهلي ولابد أن يتوب توبة نصوح، وإن كان عالما فهو مثله، فهو مثله. لذلك للنهار لن نسكت، في كل درس قبله سنذكر الناس بكفر الرافضة والحوثيين والإيرانيين وهؤلاء الذين يلعبون بعقائد الأمة وأبناء العمومة معهم، لن نسكت عنهم، سنبين عقائدهم للناس بإذن الله تعالى. وبهذا الحمد لله الدورة انتهت على خير. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.